يا الله، انا عارف دابا كيما كتسمعوني دابا راني بعيد عليكم شويه، ولكن بغيت نقول لكم واحد الحاجه، ان القناه ديالنا من اليوم لقدام ان شاء الله غادي نبقاو نحطوا لكم تسجيلات بشكل جميل وبطريقه وتقنيه 3D ثلاثيه الابعاد. دابا انا كنقرب لكم، كتسمعوني دابا كنقرب باش نوضحوا الصوره اكثر. القناه ديالنا غادي تكون مغيره على القناه اللي سمعتوها من قبل. كنقول هذا الشيء وماشي افتخار، ولكن كنهضر على الخدمه اللي كنخدمها انا. فبدايه خدمنا على القصص اللي كانت من التاليفات ديالنا ومن الكتابات ديالنا، مرورا المسلسلات اللي درناهم في القناه، من بعد القصص المشتركه، يعني ماشي غير قصص اللي غادي نقدموها لكم، قصص مشتركه وخلاص، يعني كتحس بها باللي راك كتشوف فيلم، يعني فيها المؤثرات، فيها يعني الاكشن، فيها شي ناس يهضروا معاك وكانك عايش في وسط الفيلم ولكن غير مرئي، غير كتصنت. فهذا هو الهدف ديالي من هذه القناه. كنت كنهضر على القناه ديالي القديمه وهذه القناه، فهذا هو الهدف ديالي من هذه القناه، دائما نحسن من الجوده والمستوى ديال القناه، وما كنبغيش نشوف الناس الاخرين خدام على راسي وبمساعده الناس اللي خدامين معايا. فاللي بغيت نقول لكم ان القصص شفت بزاف، شفت شحال من قصه ديالي انها تسرقات، ولكن اللي بغيت نقول لكم دابا هذه هي القناه الرسميه ديال القصص. فنوعيه القصص اللي غادي تكون 3D، فمثلا دابا انا كنقرب لكم هكذا، يعني الا مجيت جهه الودن ديالكم اليمين كنتمشى هكا كنوصل كنتكلم كنجي كنبوسك. دابا كنهضر معاك وغادي ننتقلوا للجهه اليمنيه ديال الودن ديالك، وكنهضر معاك ومستمتع بداك الشيء اللي انت راك حاسو دابا. فطبعا اذا كنت داير ليكيت هما هادوك، ولا كنت مختلف، يعني انا مين قلت لك انا اليسريه يمكن تكون عندك اليمنيه، مين قلت لك انا اليمنيه تقدر تكون عندك اليسريه. فهذا هو يعني على حسب الكيت كما راك انت مركبو في الودنين ديالك. دابا انا كنهضر وكننتقل من الفوق، مثلا انا دابا كنهضر معاك من الفوق، كنجي من فوقك كنتكلم، دابا غادي نجي من موراك، من موراك بحال هكذا، وغادي نهضر معاك ونحس نقرب لك واحد شويه هكذا، كنقرب خطره واحده كتلقاني جيت الودن الثانيه. ها دابا انا جيتك من جهه الودن، كنتكلم معاك كنتقل وكنجي دابا اونفاس ليك وكنتكلم معاك. فهذه غير بدايه ديال التعريف ديال القصص اللي غادي يكونوا يعني من القدام. دابا غادي نحيد 3D وغادي نتكلم معاكم عادي. دابا كنتكلم معاكم بحال مين كنسجل القصص عادي، ما كانش 3D، يعني الا مجيتكم اليسريه ما غاديش تسمعوني، وغادي نجي مجيت اليمنيه ما غاديش تسمعوني مليح، غادي تبقاو تسمعوني غير هكذا. فما نطولش عليكم، فرشه ممتعه. فخلونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء، اطفئ الأنوار طبعا، وكنتمنى لكم أقصى درجات الرعب. ويلا نبدأ. قصص رعب وارتعاب، هلع وفزاع، مع القرشي حمادة لكل قصة إفادة، إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. قررت انني نخبرهم على شمس المعارف وداكشي اللي كان، قلت لهم على القصه من الاول وشنو صرا ليا. الوالده بقات غير كتشوف فيا وساكته بحال الا تصدمات، اما الوالد فهم الخطوره ديال هادشي اللي كان واقع معايا. ياك ولدي، علاش من الاول ما سمعتيش كلامي؟ كنت عارف هاد الكتاب ما كانش عليك تقرب ليه، ياك وصيتي ليك ما تحلش داك الباب، علاش ما كتسمعش الهضره؟ ها انت الفضول ديالك شوف فين وصلنا. والوالد، هو الوالد الله يرحم فيها الوالدين، واش حتى شي حد ما باغي يفهمني؟ راه ماشي انا، راه هو، اه هو اللي كان دايما متابعني وباغي يقتلني
وبغي يقتل كاع الناس ديال العمارة كاملين. أنا كنت باغي غير نحميهم. كنت باغي غير نحميهم. أنت حميتينا دابا، كان عليك تجي وتخبرني قبل ما تاخذ داك القرار وحدك، ولكن أنا اللي غلطان. الوالي راه كنت كنشوف شي حوايج اللي عمرني ما شفتهم، وحتى شي واحد اللي بالعقل ديالو أنه يتيق هذاك الشيء اللي كنت كنشوفه. راني كنت عايش أحلام ورعب كتر ما أنا عايش في الواقع. واش كتفهمني؟ أتقوني أتقوني أتقوني. عيشة عيشة فيقي، واش بيك عيشة؟ الله يخليك. يا ربي لطف بينا اش هاد المصيبة. يا ربي اش كدير تما؟ مالك مسمر في بلاستك؟ اجي عاوني نهزوها للصالة وجيب لي التليفون اتصل بالدكتور اشرف. وبقى كيعاتبني، اما الوالدة في لحظة طاحت وسخفات. الوالدة الله يخليك فيقي الوالدة ربي شنو صاري معايا؟ يا ربي شنو هادشي اللي كنشوف؟ الو الدكتور اشرف. الو السلام عليكم. سمح لي على الازعاج. لا 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 ما كاين حتى شي ازعاج، ولكن بغيتك ضروري تجي عندي للدار، راه المراه طاحت ليا. واخا ما كاين حتى شي مشكل، انا عطيني واحد 10 دقائق ديال الطريق وغادي نكون عندك. شكرا دكتور. الوالد نسى داك الجدال اللي كان بيني وبينه ونضنا وديناها للصاله. عيطنا ليه على الطبيب اللي قال ان الضغط ديالها ارتفع وخاصها ترتاح وتولي لاباس. انظر دكتور. اسمعني، غادي تاخذ لها الدواء، غادي تعطيها جوج حبات من كل موعد من الاكل، فهمتني؟ اشنو عندها؟ لالا عيشة عندها ضغط مرتفع وخاصها ترتاح ولدي، ومن بعد ان شاء الله غادي تولي لاباس. ولدي انت كيما قلت لك، عطيها جوج حبات من الاكل كل وجبة أكل. واخا دكتور يكون خير، أنا نزيد معك الباب تفضل. دات وليدي رجعت للكتاب ديالي اللي ولا بحال شي اللي أنا عايشة معايا. مشيت كنقرأ ولقيت فيه قسم تحقيق الأمنيات. دخلت وبقيت كنقرأ بعض الجمل اللي ما مفهوماش، وكانت منا أن تشي واحد ما يعودها من مورايا لأنها خطيرة. فعلا معكم حمادة. دابا احنا خرجنا على الموضوع ديال القصة. حقيقة كانوا بزاف طلاسم حقيقية حاولت الكاتبة أنها تأخذ منهم، يعني بعد تقريبا 85% أو 75% من الطلاسم الحقيقية، وضفنا عليها يعني كلام عبارة عن 15% من داكشي اللي يعني عادي. فالمهم باش نتاخدوا للحيط والحضر أننا ما نعودوش هالطلاسم، فمفهوم؟ فخليونا مع القصة. وبصرك اليوم حديد أسروم طلسم توكلوا يا خدام آية بأمنيتي طلبي رؤية ما جعل الله بيني وبين الحجاب أمنت بأمنيتي لحين تحقيقها الواح الساحة بسم الله شيطان خادمي وخليلي سروم توكل يا خدام وبصرك اليوم حديد أسروم طلسم توكل يا خدام آية بأمنيتي طلب رؤية ما جعل الله بيني وبين الحجاب آمنت بأمنيتي لحين تحقيقها الواح الساحة بسم الله شيطان خادمي وخليلي سروم توكل يا خدام أريد رؤية من زوجتني نفسها راغبة فيه والبعيدة عن عشيرتها. وما هي إلا لحظات إلا ونزلت. نزلت لي قطرة ديال الدم وكانت من نيفي.
والحرارة ديال الذات ديالي ارتفعت. وقع المعلم اللي في الكوزينة تهرسو. والريح سخون كيضرب في البيت. طلبوا مني في الكتاب انني نغمض عيني ونعمل بونية بيدي. الا شوية تسد الكتاب وكل شي رجع كيف ما كان. وخرجت الباب باش نتفوح. لقيت قط كان كحل كان كيشوف فيها. عيني كانوا خارجين وكانه بغي يقول لي شي حاجة. إلا في لحظة بقى كيمو. داك المواء كان مزعج بالنسبة لي وكان كيخوف في نفس الوقت. كان في الأول مواء هادي وبشوية بشوية بدا كيرتفع لحد دب الرعب في قلب ديالي. بقيت غير كنشوف فيه وكيشوف فيا لا إراديا. حسيت براسي بغيت نهضر معاه إلا سبقني وقال: إلا بغيتي الأمنية ديالك تباني تباني تباني. بقيت غير كندور في جنابي. وكنحاول نسمع الصوت منين. عاود كرر لي نفس الجملة: إلا بغيتي الأمنية ديالك تباني أو لا غنرفعك بالقوة. ركابي في ديك اللحظة ما بقاوش قادرين أنهم يهزوني. ما بقاوش عندي الفشلة. بغيت نزيد معه لكن ما قدرتش. ما قدرتش. رجلي بداو كيتنملوا عليا. إلا شوية حسيت إلا شي حاجة جراني. وأنا في البلاصة ديالي وكاع الناس كانوا كيشوفوا فيا وأنه ما كاين والو. يعني حتى هذاك القط اللي كنت كنتكلم معاه غير أنا اللي كنت شايفه. غير طلق مني. أنا غادي نمشي معك. صافي راني تشوهت قدام الناس. طلقني بلا ما تزيد تشوهني كتر. كل شي كيشوف فيا. لكن بقى مستمر في الإمساك ديالي حتى داز دقيقة بالضبط. من بعد رخف عليا بقى غادي قدامي. كانت الوقت قرب للمغرب وباقي غادي بيا في هذيك الطريق ديال الغابة اللي كانت غادية وانا غادي فيها كتزيد تظلام. والضبابة كانت كثيرة. صوت الريح كيحيد الشجور والرعب كتحسه في كل مكان. الا لحظات هذاك القط اختفى وكنحس باللي شي حد كيعيط. كان يعيط باسمي من بعيد. اختلاط الصوت بصوت الريح المخيف. وبلا شعور لقيت راسي كنخوت. علاش كديري لي هكذا؟ علاش كديري لي هكذا؟ علاش؟ شنو درت لك؟ علاش كديري لي هكذا؟ باني بغيت نشوفك. بغيت نفهم هادشي اللي صاري لي. فينك؟ باني عندي. بغيت نشوفك. انا صافي ما بقى عندي ما نخسر. انا هبلت وتسطيت والموت كنشوفها ديما بعينيا. قتليني وتهناي. قلت لك انا عييت. شويه ركعت على ركابيه وبقيت كنبكي. علاش يا ربي هادشي اللي كيصرالي لي انا؟ علاش؟ شنو درت في حياتي باش يصرى فيا هادشي كامل؟ ايه غلط حياتي بزاف. حناني ما ذكرتش الله وصليت وكنت متحصن بهذا الشيء اللي كيوقع لي.
ايه كنت كنصلي ونقطع، نصلي ونقطع ولا نصلي ملي نحتاج ربي في شي حاجه. ايه كنت كنصلي وكنعبد، لكن يا رب اعتقني هاد المره ما بقيتش باغي نعاود، وما عنديش لمنشك يا رب غيرك. الا في لحظات حسيت بشي ايدين رطبين كانوا كيتلمسوا الوجه ديالي وبقاو كيمسحوا الدموع اللي كانوا فيهم. الا في لحظه سمعت واحد الصوت حنين، ما تبكيش يوسف، ما تبكيش. لكن داكشي اللي قالته صدمني في نفس الوقت. انت راجلي. انت راجلي وفي عشيرتنا المرأة ما كتخوفش راجلها وهي بتضيع دمعته، غادي تشوفني من بعد ما تدخل بيا. وهنا حسيت بحال شي حاجة كتعنقني بالجهد وانا ما شايفاش، عرفتها انها كتحاول تقترب مني. شحال زوين غادي نبقى معنقاك. وبقيت كنقرا في آية الكرسي، لكن كيف وصلت لا تأخذه سنة ولا نوم تلفت ونسيت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأخذه سنة ولا نوم يا رب تبتني يا رب. لا تأخذهم سنة ولا نوم. نطقت كملتي؟ أنا نكمل عليك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لي انا نكمل عليك. كيفاش؟ اش كنتي بغيت نعرف. هذاك الفقي غير كذب عليك، انا قال لك انا مجوسية، انا مسلمة بحالي بحالك. شنو اسمك وشحال في عمرك؟ انا ما كبيرش بزاف الله، عندي 270 سنة، وهذا هو السن ديال الزواج. وكيفاش حتى تزوجتيني؟ وقع لي الاختيار بعد ما اختارني ليك ملك من ملوك الجهل. حنا ما كنقدروش نرفضوا ليه طلب، الطاعة ديالو واجبة علينا. تكلمت مع نفسي، قلت خصني نقتلها، ما عنديش شي خيار اخر، خصني نقتلها ونتهنا. لكن ردة فعلها كانت كتقدر تقرا الافكار ديالي وحتى فاش كنفكر. وقالت لي شفتي ديك الطوموبيل اللي هي هي مالها؟ شوف فيها مزيان، كيفاش؟ و
وما هي إلا ثانية فرمشت عين لقيتها تقلبات فعلا وهي كتضحك. مت كنجري وأنا جامد لقيتهم كلهم ذم وحاولت نعتقهم. يا الله يا ربي اعتقونا اعتقونا الله يخليكم يا رب. كاين شي حد هنا؟ اعتقونا الله يخليكم الله يخليكم. الناس راها كتموت الله يرحم فيها الوالدين الله يرفع. بلاتي نعاونك بلاتي نعاونك. خرجناهم من السيارة اللي بعد مرور نصف دقيقة تفشرات. واش غادي يموتوا؟ تكلمي غادي يموتوا هذوك الناس؟ علاش؟ علاش كل هاد الشي؟ علاش؟ علاش قلبتي الطوموبيل؟ حنا ما كنقدروش نعرفوا الموت والحياة وحتى المعلومات اللي كتكون عندنا هي معلومات بسيطة. حنا مخلوقات نارية وبالنسبة للموت اللي خالقني وخالقك هو اللي كيعرف معادها والملك ديالو من بعد ما كتجي الورقة. وحنا اللي حاولنا نبحثو في حال الأمور كتعتبر شك في الله. ماشي أنا اللي قلبت الطنابيل غير كنت عارفها غادي تقلب. عرفتي شنو؟ أنا ما غاديش ندخل بيك. كيفاش؟ في أحلامك. وهنا ضرباتني بكف وخلاتني نحس باللي الدنيا كتدور بيا ولا كيف كيقولوا شفت النجوم بالنهار. علاش ضربتيني؟ علاش ضربتيني؟ هاد الكلمة عيب وإهانة للعشيرة ديالي وليا. ما تبقاش تعاود تقولها. انت ليا انت ليا انت ليا. قالت ليا باللي هادي إهانة ليهم والقبيلة ديالهم. جاو الناس اللي تجمعوا على القصيدة وقالوا هداك الحمق اللي كيهضر بوحدو هو اللي اعتقهم. الرجال الدرك ملي شافوني كنهضر غير بوحدي قلبو من ساحتي وقالت ليا باللي غادي ترجعني حدا الباب العمارة فرمشت عين ومن بعد غادي تمشي في حالها. أنا غادي نرجعك حدا باب العمارة فرمشت عين وغنمشي. غمض عينيك وقول مرايا. لكن قطعتها وقلت ليها بغيت نشوفك. راه ما يمكنش نبقى نهضر مع الهوى. لابد انك تباني فهمتي. قلت لك غادي تشوفني في الوقت المناسب من بعد ما غادي تكلفوا عائلتي وينقلوك للعالم ديالي وتدخل بيا نكون لابسة البيض وتهديني مع زكحلة وخل خالة السم والنقرة. بقيت غير كنضحك وانا ما عارفش علاش كنضحك. الزواج عندكم رخيص ها؟ ما كانش كيتصحبت ليا هكا الزواج عندكم. هذا هو اغلى صداق عندنا. ومن بعد استعدت. قول من مورايا. وقفاتني وبقيت كنقول من موراها سجبيري بمن شمالك اجبيري بمن شمالك سجش سجش بيري سجش دم المعين وشمعكو صراحة ما فهمتش داكشي اللي كنت كنقوله. المهم غير شي تقربيقة وما هي إلا ثانية لقيت راسي واقف قدام الباب. باستني يوسف خاصك تعرف واحد الحاجة كتهو في دماغك. انا ما نقدش نآديك. قالت لي انا ما نقدرش نآديك لانني تهديت ليك عن طريق ملوك الجان وانني
من سلالة سليمانية، يعني أنها مصدر الفخر والعز لهم، لكن إلا حاولت نغدر بها غتاخد الدار ديالها من أمي والعائلة ديالي. لكن واش تقدري تخلصيني من هذا الكتاب؟ ما نقدرش نقصتك الكتاب، لأن العقاب دياله هو الموت، وأنا ما نقدرش نشرك بالله. وتبخرت ومشات. بقيت غير كنفكر، هي دابا بغيتني نكون معاها، وهي ما قدرش تدير أبسط الحوايج وتنقذني من هذا العالم وتدي لي هذا الكتاب اللي دمر حياتي. لكن غريبة، من قالت لي هداتني أنها إلا ما درتلاش داكشي اللي بغيت ونغدر بها، قالت لي أنها غادي تقتل أمي والعائلة ديالي، لكن ما ذكرتش لي الوالد. المهم سمعت أمي قالت لغالي يوسف طلع وليدي تغدى، طلع وليدي راه الغدا واجد، راني وجدت لك داكشي اللي كتبغي. طلع الله يرضي على ولدي. طلع. انا امي انا داخل. لقيتها مطيبه لي مرقب الدغميره والدجاج اللي كنت كنموت عليها في العاده، ولكن تيكون يميل الملوحيه شويه، وغي قربت منه جاتني التقية، ومن اللي حطيته في فمي يا ربي شنو هادشي لساني طاب ليا وتسلخ. فهمت ان الجنون بصفة عامة ما كيبغيوش الملحة. اداتني الوالدة عند واحد الطبيب نفساني اللي هو غادي يغير حياتي، وغادي يوضح لي الصورة على شنو درت في راسي. وإلا بغيتو تعرفوا التتمة، ما عليكم إلا تعملوا شير للفيديو، لايك وسبسكرايب. فهاد المرة إلا ما لقيتش تفاعلات كتيرة غادي نزعف، وإلا زعفت غادي نتأخر. فما تخليونيش نغبر عليكم فهاد الشي، نتوما اللي تقروا فيه. إلا بغيتوني نبقى معكم ديما، فبغيت شوية تعليقات، شاركوا المقاطع مع الأصدقاء ديالكم. أنا فعلا ما ننكرش عندي واحد الفئة اللي متابعتني وكتستناني كل يوم أو كل ليلة مع 11 ديال الليل طيلة هاد الشهر رمضان الكريم، وإن شاء الله غادي ندير فيديو وغادي ندير هاد التعليقات نهضر غير عليكم ونشكركم فيها، لأنكم مشيتوا معايا في هاد الشهر وفي هاد التحدي وبقيتوا معايا حتى الآخر. فكنتمنى أن من كل واحد كيشوف المقاطع ديالي يحاول ينشر قدر المستطاع. فدرت دراسات القناة ديالي ولقيت 47% من اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي اصلا ما مشتركينش في القناة، يعني كيشوفوا غير هكذاك وكتطلع لهم. فهذوك الناس اللي مازال ما مشتركه كنتمنى انها تشترك في القناة باش نكونوا مستمرين معكم ديما. الكلمة الأخيرة وكالعادة، استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد. سلام.